طبعا هناك مخالف النظام الداخلي في المادة 9، لم يتم توزيع الموازنة قبل 48 ساعة، وإنما توزيعها أثناء انعقاد الجلسة مخالف النظام الداخلي رقم 9، فبالتالي قضية تستحق الاهتمام. موازنة تتعلق بمصالح الشعب العراقي تقدر 200 تريليون، فبالتالي كيف يستطيع النائب التصويت على المواد تتعلق بمصالح الشعب العراقي وهو لم يطلع على الموازنة ولم يطلع على جداول تفصيلية؟ طبعا اللجنة المالية لم تصوت على الموازنة، وإنما كان اتفاق مع الكتل السياسية، وهذا خلاف للقانون ولا يحقق مصالح الشعب العراقي.